السلام عليكم، ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو النهارده شرح البرنامج من خلاله تقدر تحول اي نص مكتوب باي لغه الى صوت فويس اوفر، صوت احترافي برضه ناطق باي لغه. الموضوع احنا شرحناه في اكتر من فيديو، ولكن بيتطور يوم عن يوم، والصوت في البرنامج ده بيشبه صوت البشر بنسبه كبيره، وهتشوف ده بنفسك. كمان من ضمن مميزات البرنامج اللي موجود فيه حاجه اسمها استنساخ الاصوات، يعني ممكن تجيب صوت شخصية مشهورة وتاخد نبرة الصوت دي وتكتب له أي كلام وهو يقول الكلام اللي انت كاتبه بصوت الشخصية المفضلة بالنسبة لك أو الشخصية المشهورة. وفي استخدامات تانية هنتعرف عليها من خلال الشرح، هسيب لك رابط البرنامج في الوصف وفي التعليق المثبت. طيب يا جماعة، احنا دلوقتي على الموقع الرسمي لبرنامج يونيك تول فوكس ميكر، تحويل النصوص الى صوت باستخدام الاي اي، زائد بقى استنساخ الاصوات. حتى اول حاجه كاتبها لك في المميزات ان انت ممكن تخلي اي شخصيه انت بتفضلها تقول اي كلام انت عايزه. في 46 لغه، 3200 صوت، الاصوات بتكون واقعيه بدرجه كبيره، بيدعم صيغ مختلفه من الاصوات ام بي 3 ويف وغيره. البرنامج ممكن تستخدمه بدون جهد، سريع امن. فدي كده كل المميزات كاتبها لك. طبعا احنا بنستخدم ويندوز، فهنضغط على try it free. هنا اول ما بتضغط هنا بينزل الملف على الداونلود، بتضغط دبل كليك وتقول له yes، وبعد كده بتضغط على انستول، بتنزله زيه زي اي برنامج موجود عندك. انا طبعا عامل الخطوات دي قبل كده وجربته بالفعل، فهندخل على البرنامج بشكل مباشر. دي كده شكل الايكون بتاعته، دي كده الواجهة الرئيسية بتاعت البرنامج. اول حاجة هنا بيقولك import text، لو انت التكست ده النص مكتوب في وورد مثلا، مكتوب في PDF، جي بي جي، صورة بصيغة جي بي جي او بي ان جي او اي صيغ تانية، فانت بتضغط على import text وبتختار الملف وبتعمل open، فهو بياخد الكلام اللي مكتوب في الملف ده يحطه لك هنا، او انت بشكل مباشر بتحط الملف هنا زي ما انت شايف. اول حاجة بتعملها بتروح على change speaker، بتضغط عليها، بتبدأ بقى تختار الاصوات. هو هنا جايب لك اللغة الانجليزية، طب انا عايز يعمل الكلام ده يتقال بالعربي، فهبدأ اروح على العربي. انا قلت لك هو بيدعم مش عارف 46 لغة حاجة زي كده، فهضغط على العربية مصر. المهم هيبدأ يجيب لك بقى الأصوات اللي هم بيتكلموا باللغة العربية، زي مثلا محمد بن سلمان، بس ده مدفوع، هنا علي، براين، أحمد، فارس، وهكذا. ده الكل، يعني جينا كل الأصوات، منها مجانا ومنها المدفوع. هنا الشعبية اللي هي الأكثر استخداما، يعني هنا مثلا المفضلة، لو أنت بتفضل أصوات معينة فأنت بتبدأ تضغط على فيفوريت هنا، فبيجي لك هنا في المفضلة. هنا الأصوات الجديدة اللي مضافة جديد، هنا أشخاص حقيقيين، فأنت بتختار هنا مثلا امرأة كبيرة، واحد اسمه حسين، فاطمة، يوسف، ماجد، نور، وهكذا. هنا المشاهير، فبيبدأ يجيب لك هنا أصوات المشاهير اللي ممكن يعني تنطق النص بتاعك باللغة العربية. هنا المؤثرون، تمام، هنا كوميديا. المهم هنا يعني عامل لك تصنيفات، أنا بالنسبة لي أختار أشخاص حقيقيين. طبعا هنا بيجيب لك ان انت لو عايز الناس اللي بتقول النص على شكل سرد، طب انا عايز النص يتقال على شكل اخباري او خبر، فهنا الاخبار، كتب صوتيه، فهنا على حسب الصوت اللي انت عايزه والمزاج ممكن تخليه يقول النص هو سعيد كمان. طيب خلينا مثلا اختار الكل واختار مثلا صوت علي واقول له يوز. طبعا ممكن تتحكم في السيتنج دي، تخليه يتكلم بسرعه اكتر، ممكن تخليه النغمة بتاعت الصوت نفسها تتغير، الميوزك تحط ميوزك، فممكن يعني تغير شوية اعدادات من هنا. خلينا ما نغيرش اي حاجة ونضغط على convert ونبدأ نشوف النتيجة. مرحبا بكم يا اصدقاء في هذا الفيديو الجديد. اليوم سنتحدث عن موضوع مهم للغاية، وهو دور الذكاء الاصطناعي في مساعدة صناع المحتوى. تخيلوا معي وجود ادوات ذكية تسهل عليكم العمل وتتيح لكم التركيز اكثر على الابداع، أليس هذا رائعا؟ دعونا نستكشف معا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحقق ذلك. ممتاز بصراحة، الصوت عجبك 100%، بتضغط على اكسبورت، وهنا بتختار اسم الملف، هكتب هنا مثلا صوت، وهنا الصيغة اللي انت عايزها، وهنا الامتداد أو المكان اللي هو بيحط فيه الملف عايز تغيره، مثلا ديسكتوب، اضغط سيلكت كونفيرم، خلاص كده الصوت نزل اهو زي ما انت شايف. مرحبا بكم يا أصدقاء في هذا الفيديو الجديد. اليوم سنتحدث. طيب
انا عايز بقى اجرب حاجه شفتها في موقع تاني، ان انا اخلي الكلام اللي هو باللغه العربيه ده يتقال باللغه الانجليزيه، يترجم ويتقال في نفس الوقت باللغه الانجليزيه. تعال نشوف البرنامج ده ممكن يعمل كده ولا لا. بضغط على change speaker واختار هنا اللغه، هخليها مثلا انجليش يو اس، هختار مثلا صوت براين واقول له يوز convert. Welcome friends to this new video. Today we will talk about a very important topic, which is the role of artificial intelligence in helping content creators. Imagine with me the presence of smart tools that make your work easier and allow you to focus more on creativity. طبعا ممتاز، انت مش محتاج بقى ان انت تاخد النص ده وتترجمه، هو بيترجم باي لغة انت عايزها. لو انا عايز بقى احذف الصوت بضغط على delete، عايز اعمل له edit فبضغط هنا، فاقدر اعمل يعني اقتصاص لاجزاء انا مش عايزها وهكذا. طيب تعال ندخل بقى على الميزة التانية وهي الفويس كلاونينج اللي هو استنساخ الاصوات. هنا طبعا شرح لك الخطوات، ولكن احنا بالنسبة لنا عارفين الخطوات، فهنضغط على create a new clown، وبعد كده هنضغط على upload video or audio file، بتختار الفيديو او الصوت اللي انت عايز تعمله استنساخ. هنا لو الشخص ده بيتكلم انجليش فهتختار انجليش، لو لغة تانية فبتختار هنا الاختيار ده. بعد كده تضغط على الاختيار ده. انا طبعا كنت محضر صوت احمد ابو زيد صاحب قناة دروس اونلاين، فاحلى تحية لاحمد ابو زيد. طبعا احنا مش بندعو الناس ان احنا نقلد صوتك، يعني احنا بس من حبنا فيك بنجرب ان احنا نشوف هل البرنامج ده هيقدر يعني يحول النص الى صوت يشبه صوت احمد ابو زيد ولا لا. طبعا انت ممكن تجرب اي صوت. من 34% هننتظر لحد ما يكمل 100%. ممتاز، تعالى كده نسمع. انقض الافكار وليس الاشخاص، تجنب الهجوم على الاشخاص، تجنب انك تشخصن. ممتاز، هنضغط على start clowning اللي هي تحت، اكتب مثلا هنا احمد أو زيد، وبعد كده هضغط على يوز استخدمه. تعال بقى كده نشوف ونجرب. مرحبا بكم يا أصدقاء في هذا الفيديو الجديد. اليوم حنتحدث عن موضوع مهم للغاية، وهو دور الذكاء الاصطناعي في مساعدة صناع المحتوى. تخيلوا معي وجود أدوات ذكية تسهل عليكم العمل وتتيح لكم التركيز أكثر على الإبداع، أليس هذا رائعا؟ دعونا نستكشف معا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحقق ذلك. ممتاز بصراحة. خلينا بس كده يعني نمسح النص ده ونحط مثلا نفس النص، ولكن يعني باللغة المصرية عشان يعني الدنيا تبقى مظبوطة أكتر. يلا نعمل convert. أهلا بكم يا جماعة في الفيديو الجديد. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو دور الذكاء الاصطناعي في مساعدة صناع المحتوى. تخيلوا معايا وجود أدوات ذكية تسهل عليكم الشغل وتخليكم تركزوا أكتر على الإبداع، حاجة جميلة مش كده؟ يلا بينا نستكشف مع بعض إزاي الذكاء الاصطناعي بيحقق ده. يعني بصراحة النتيجة عجبتني بنسبة ممكن نقول 90%، يكاد يكون الصوت يشبه صوت أحمد أبو زيد. وعايزك برضو تكتب لي في التعليقات هل فعلا الصوت يشبهه ولا بعيد، فأنا بصراحة مبسوط بالنتيجة. طيب تعال نروح نجرب ميزة تانية وهي Voice Changer، تغيير بقى الصوت. ممكن أنت تغير صوتك أنت لصوت أي شخصية من الشخصيات دي. أنا هختار مثلا صوت مورجان، وهروح هنا احط الصوت بتاعي ده صوتي انا، وبعد كده هضغط على convert، حول لي يا عم ملف الصوت ده الى صوت مورجان. هبدأ بقى اشوف الصوت. تعالوا لك على 6 نصائح هساعدك بشكل كبير جدا على زيادة المشاهدات. رقم 1، الاستهداف الصحيح. لازم تستهدف جمهور مخصص في محتوى مخصص، ما ينفعش تعمل محتوى متنوع. رقم 2، لازم تعمل فيديوهات رائدة في المحتوى المخصص ده. طبعا يا جماعه ميزه برضو ممتازه للناس اللي بتعمل مثلا محتوى في تقليد شخصيات او في مثلا قصص وعايز اكتر من كاركتر وهكذا. هنا بقى ازاله الضوضاء، لو انت عندك فايل او صوت يعني الصوت ده فيه دوشه، فيه ضوضاء، صوت شارع، صوت هوا، وانت عايز تزيل الضوضاء بتاعت الصوت ده، فبرضو بتمشي مع الخطوات دي وبتعمل الموضوع ده. وهنا جايب لك مثال، شايف I know you, I'm a huge fan. Albert Einstein. في صوت دوشه، شايف هنا بعد I know you, I'm a huge fan. Albert Einstein. فتقدر تمشي مع الخطوات هيجيب لك نتيجة ممتازة، وانا كنت جربته قبل كده بس عشان وقت حضراتكم. برضو في حاجة اسمها AI Generate Rap، ان هو ممكن يحول لك اي نص الى اغاني الراب والحاجات اللي زي كده. هنا بقى Speech to Text اللي هو تحويل النص الى كلام. تعالى كده نجرب دي بكده بشكل سريع. هنختار Arabic، ادي كده Arabic Egypt، وبعد كده هضغط على Add File، هجيب صوتي مثلا او نص انا قلته واقول له convert. هنشوف بقى هيقدر يحول الكلام اللي انا قلته الى نص ولا لا. ممتاز،
اهو تعالى اقول لك على 6 نصائح تساعدك بشكل كبير جدا على زيادة المشاهدات. تعالى كده نسمع انا قلت ايه. تعال اقول لك على 6 نصائح هتساعدك بشكل كبير جدا على زيادة المشاهدات. رقم 1 الاستهداف الصحيح. ممتاز. رقم 1 الاستهداف الصحيح. برضو الميزة دي فعالة جدا. هنا بقى يعني في شوية حاجات انت ممكن تعمل ريكورد او تسجيل الصوت من داخل الموقع صوتك انت يعني او من داخل البرنامج. وهنا ممكن تحول صياغ الاصوات. هنا الايديت اللي احنا قلنا عليها في الاول. وهنا يعني شوية مميزات موجودة برضو في الموقع منها المدفوع ومنها المجانة. تقدر يعني برامج تانية يعني تقدر تحملها. في المجمل البرنامج ممتاز وانا استمتعت بتجربته. في حاجات هتلاقيها مدفوعة وحاجات هتلاقيها مجانية. لو عايز تعرف الاسعار بنضغط هنا كده. يعني بيبدأ من سعر 50 سنت في اليوم. لو انت عايز تستخدم شهر. لو انت عايز تستخدم سنة بالكامل هيبقى اليوم واقف عليك ب 11 سنت. اللي هو 39 دولار 95 سنت في السنة. لو انت عايز تشتري مدى الحياة بحوالي 79 دولار. يعني مش مكمل يعني 1/10 سنت في اليوم او سنت في اليوم. وبيديك بقى كل المميزات اللي انت تتخيلها. فالبرنامج بصراحة كويس جدا. انا كنت بستخدم البرنامج بالنسخة المدفوعة. فكل حاجة كانت مفتوحة معايا. ولكن انت ممكن وانت بتستخدم النسخة المجانية تلاقي حاجات اشتغلت وحاجات ما اشتغلتش من اللي احنا شرحناها. وده للأمانة حبيت اقوله. بتمنى ان الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم. لو عجبك ياريت لايك للفيديو. اكتب لنا رأيك في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.